شعبنا البحريني كله مع فلسطين وكله مع القدس عاصمة أبدية، وكله ضد الصهاينة كان وما زال وسيبقى، وقدم الدماء من أجل فلسطين بدءا من العام 1948 عندما شكلوا كتيبة عسكرية للقتال في فلسطين ضد الصهاينة، وصولا إلى سقوط شهيد فلسطين في البحرين الشهيد محمد جمعة الشاخوري الذي سقط أمام مبنى السفارة الأمريكية برصاص القناصة عندما اقتربت تظاهرة بحرينية داعمة للشعب الفلسطيني ورافضة لقصف قطاع غزة. وهكذا هو شعب البحرين مستمر في كل المحطات والأزمنة، وقد عبرت القوى والتيارات الإسلامية والوطنية في بيانها المعروف بالمبادرة الوطنية لمقاومة التطبيع عن موقف بارز واضح، وقد صدر موقف واضح عن أكبر مرجعية في البحرين هو آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي قال لا لصفقة ترامب وإسرائيل، وهي جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها. ثانيا، فلسطين القضية الجامعة، والموقف العربي والإسلامي الشعبي قد يتشظى ويتقاطع في بعض الملفات، ولكن فلسطين هي القضية الجامعة، ومسؤوليتنا أن نؤسس على ذلك بصناعة الموقف الجامع وتوحيد الجهود وتصحيح المسار، فكل القضايا الأخرى المفتعلة هي قضايا ثانوية اختلقتها الأنظمة العالمية وتغذيها بكل السبل مالياً وأمنياً وإعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً لتغيب فلسطين عن المشهد.